ولنقاش هذا الملف والتطورات الأخيرة في أفغانستان مع دخول حركة طالبان إلى العاصمة كابول، ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الأمريكية واشنطن زميل في المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الدكتور عبد الوهاب القصاب. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا. دكتور، قادت حركة طالبان بعد دخولهم إلى القصر الرئاسي قالوا إنهم يقتربون من إعلان إمارة أفغانستان الإسلامية بعد السيطرة على العاصمة، كيف يمكن قراءة هذا الإعلان بعد عقدين من غزو أفغانستان؟ واضح أنه عملية إزاحة طالبان من السلطة اللي باشرها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بحقيقة يعني خطة غبية حمل به الولايات المتحدة الكثير، نتيجة يعني دراسات لم تكن حصيفة ولم تفهم حقيقة معادلات القوة الفاعلة داخل المجتمع الأفغاني. أفغانستان كما أشار إليه تقريبا هي مدفن الإمبراطوريات، يعني حاول البريطانيون أيام كانت إمبراطوريتهم لا تغيب عن الشمس حاولوا الدخول وأبيدوا عن بكرة أبيهم، ونحن نعلم بأن أفغانستان هي سبب انهيار الاتحاد السوفيتي، انهار الاتحاد السوفيتي فعلا نتيجة تورطه في أفغانستان، وهذه النتيجة التي وصلنا إليها اليوم بانهيار التجربة الأمريكية التي يعني أمدها أكثر من يعني حوالي 20 عاما بالتفصيل بالتأكيد. كل هذا يشير إلى أن هذا الشعب لديه القوة على مقارعة الأجنبي ولديه القوة على فرض تجربته الخاصة. دخول طالبان الآن إلى القصر الرئاسي وما أعلنه مسؤولها بأنهم لن يقوموا بحكم أفغانستان لوحدها، هذه أيضا علامة مهمة تشير إلى أن طالبان استفادت من الدرس الذي سبق وأنها ستقوم بإنشاء كما أشاروا حكومة تشاركية، لأن الشعب الأفغاني حقيقة يحتاج أن يرتاح وأن يلقي السلاح وأن يلتفت إلى نفسه ويقوم ببناء بلده، وهذا البلد حقيقة رغم جحة الموارد ورغم قساوة الطبيعة إلا أنه كان بلدا يشار إليه باحترام قبل الدخول السوفيتي أو قبل حقيقة انقلاب محمد داوود على الملك ثم الدخول السوفيتي بعد ذلك. كانت أفغانستان بلدا مستقلا متماسكا وينظر إليه باحترام باعتباره واحدا من الدول المهمة في قلب آسيا. أفغانستان مهمة جدا من الناحية الجيوبوليتيكية، هي تربط روسيا بالهند بالصين بإيران بآسيا الوسطى الإسلامية، هذا موقع مهم جدا والذي سيأخذ الحكم على مسؤوليته عليه مسؤولية كبيرة في أن يستفيد وأن يوظف هذا الموقع لكي يعود بالنفع وبالخير العام على البلد. نعم، خوض تجربة جورج بوش بعد 20 عاما من انطلاقها يشير إلى أن هذه التجربة ترشح للسقوط أي تجارب أخرى. نعم. غامرت بها الولايات. بالحديث عن هذه التجربة دكتور، كان وزير الخارجية البريطاني قال إنهم لن يسمحوا بعودة أفغانستان لما قبل عام 2001. إلى أي مدى تتجه طالبان لإعادة السيناريو السابق؟ أو أنها أكثر انفتاحاً مثل ما أشرت في حديثك؟ أنا أظن أن طالبان ما بعد 2021 هي ليست طالبان ما قبل 2001. هذه حقيقة مهمة، إن لم تكن كذلك فهذا يعني أنها لم تستوعب الدرس وتعود إلى نفس الدوامة والتي هي محصلتها اقتتال الشعب الأفغاني مع بعض. أنا أظن أن هنالك عقلاء في طالبان بحيث قبلوا ان يتفاوضوا، هذا عمل متفاوض يعني متفق عليه مع الامريكان الذي يجري شان تم الاتفاق عليه في الدوحه مع الامريكان، لربما التوقيتات كانت اسرع لكن هذه النهايه
نظام الحكم الموجود في كابل كان نظاما هشا ولم يستطع ان يسيطر على اطراف افغانستان. في هذا السياق دكتور، لو يمكن ان تشرح لنا، لان كان هنالك الكثير من الحديث عن موافقة أمريكية مبدئية لتسلم حركة طالبان السلطة في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية، ماذا فعلت القوات الأمريكية طيلة هذه السنوات في تدريب الجيش الأفغاني واستنزاف القدرات البشرية والمادية في أمريكا لتدريب الجيش، وبالنهاية حدث ما حدث؟ يعني هذا يعيد لنا ما جرى في الموصل في حزيران 2014. أيضا كان الجيش معد ومسلح بأعلى درجات التقنية الموجودة، لكن يعني جيش دون عقيدة قتال لا يعني شيء. جيش غير مؤمن بمهمة لا يعني شيء. جيش يزج في حروب داخلية لا يعني شيء. هذه يلخص الوضع. وأظن أن الولايات المتحدة يعني حتى في حكم ترامب وصلت إلى هذه القناعة، ونحن نعلم بأن المفاوضات بدأت في زمن ترامب، وهنالك صورة واضحة وقف فيها وزير الخارجية الأمريكي السابق بومبيو مع ما يمكن أن نطلق عليه وزير خارجية طالبان على قدم المساواة، وعندما لم يسمح الأمريكان برفع علم طالبان رفض الطالبانيون إلا أن يرفع العلم، يزال العلم الأمريكي أيضا، ولذلك وقفوا بدون أعلام وعلى قدم المساواة. هنالك انا اشعر بان امريكا توصلت الى قناعه بان تيسر السبيل لطالبان لكي تعيد السيطره على افغانستان لحساباتها الخاصه ايضا، ليس فقط لان الغايه انه التجربه فشلت، لكن يبدو لي حسابات خاصه بالاداره الامريكيه، هي تريد ان تستجمع قواها، ان تتفرغ الى ملفات اخرى، ومن هنا جاءت عملية تصفية الوجود العسكري الأمريكي المباشر في أفغانستان التي بدأها جورج دبليو بوش الصغير، والتي فشلت كما فشلت تجربتها السابقة في العراق. كيف يمكن قراءة هروب الرئيس الأفغاني ونائبه، وإلى أي مدى يدل هذا أنه لن يكون في أي حكومة مقبلة في أفغانستان؟ يعني هذا رجل اثبت انه ليس انه يعني شاغل لكرسي وليس رئيس. لو كان رئيسا لدافع عنه، لانه يدعي انه رئيسا منتخبا. الرئيس المنتخب عليه اما ان يعود الى الناس الذين انتخبوه، او ان يدافع عن الحق الذي انيط به من قبل الشعب. نعم، هو ثبت انه شاغل لكرسي، عندما أشعر بأن هذا الكرسي بدأ يؤذيه ترك الكرسي وفرار. دكتور، أكيد لن يكون، أكيد لا يليق بحكومة أفغانية مستقبلية أن يقوم بها. أشرت قبل قليل عن سيناريو الموصل، لو يمكن في أقل من دقيقة لأن الوقت أوشك على الانتهاء أن نقارن بين السيناريو الأفغاني والسيناريو العراقي، وإلى أي مدى سينطبق أو يتكرر ما حدث في أفغانستان مع ما يوجد في العراق حاليا باعتبار النموذجين متشابهين. يعني ليس بالضروره ان تكون النتيجه متطابقه، لكن لدينا هنا الان في العراق راي عام عراقي جامع وشامل رافض للتجربه السياسيه التي اتت بها الولايات المتحده للعراق في عام 2003. هذا يعني هذا الرفض الان قادت من اخر نقطه في العراق في الجنوب الفاو الى اقصى نقطه في العراق التي هي زاكو. العراقيون بكامل اطيافهم وبكامل الوانهم وبكامل تنوعاتهم يرفضون النمط الفاعل حاليا الذي اتى اليهم بالسوء، كل السوء. ولذلك قد يتم التغيير عن طريق الجماهير نفسها، قد يتم التغيير عن طريق حركات مسلحه معينه. التغيير في العراق قادم عن طريق حتى فرض برلمان جديد، لا يعني هذا البرلمان الموجود
التحرير في العراق سوف يأتي في يوم من الأيام. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الوهاب القصاب، زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، والمعذرة على المقاطعة، حدثنا عبر سكايب من واشنطن.